السلام عليكم، مرحبا فيكم أعزائي المتابعين. وصفة اليوم الترمس الحلو من التسالي اللذيذة المشبعة الغنية بكتير فوائد. خلينا نشوف كيف بنحضره. هاي هي حبوب الترمس، وهذا النوع حلو بيكون أصغر بشوية من الترمس البلدي أو المر. أول إشي بدنا نغسله بالمية كتير منيح حتى نتخلص من أي أتربة عليه. بنفركه منيح شايفين كيف المية تعكرت، رح أكبها وأرجع أضيف له مية جديدة. بنغمره لأعلى من مستواه بكتير لأنه رح ينفش ويتضاعف، ولو ما كان عليه مية منيحة بينشف وما بينتقع منيح. بنتركه أقل إشي 12 ساعة. بعد مرور حوالي 18 ساعة شفتوا كيف الحبات اتضاعف حجمها. غيرت عنه المية مرتين أثناء فترة النقع، لأنه هيك دايما بالحبوب الأفضل نغير عنها المية كذا مرة حتى نتخلص من أي مواد سامة بتحتوي عليها. وكمان رح أكب مية النقع هاي ونتخلص منها ونضيف له مية نظيفة جديدة اللي تكون أعلى من مستواه بشوية. بناخده على النار عالية بالأول وبنستنى لحد ما تبدأ تغلي المية. بنشيل الرغوة البيضة اللي بتطلع على الوجه، وبس يبدأ يغلي منيح بنوطي النار للمتوسطة وبنحسب له مبدئيا 10 دقايق. الأفضل نغطيه. يفضل كل شوية نعمل له هيك تحريكة من تحت لفوق. وبنرجع نغطيه. بعد 10 دقايق بندوق منه. تمام، لكن في قرشة بسيطة رح أخليه كمان شوية. انتوا ضلكم شايكوا عليه على حسب الدواء بتطفو النار، يعني معاكم من 10 دقايق لربع ساعة. كمان أنا بلاحظ حسب نوع الترمس عن تجربة، في أنواع بعد 8 ل10 دقايق بتسوي منيح، وفي بتاخد ربع ساعة. يعني لما تدوقوا هيك حبة الترمس وتلاقوها مريحة بالأكل، ما فيها قرشة واضحة أو إنها توصل لتكون دايبة، لا، انتوا بتعرفوا متى تطفوا النار. مجرد ما نطفى عليه على طول على حوض المطبخ بنديره بمصفاية وبنغسله بالمية حتى ما يضل في حالة السخونة والاستواء. لحفظ وتمليح الترمس بنحتاج لكل كاسة مية معلقة كبيرة ملح. بتحطوا كمية المية مناسبة لكمية الترمس، أهم إشي تتقيدوا بالمعيار. أنا هنا احتجت لكيلو الترمس تقريبا 7 كاسات، فرح أضيف عليهم 7 معالق ملح. بحرك الملح حتى يدوب. وفي إضافة معلقة ينسون حب، ممكن تكتروا عن هيك، بتعطي طعم ونكهة لذيذة ورهيبة للترمس. الترمس مليان بكتير فوائد، لو بحثتوا عنه رح تعرفوا قديش مهم يتوفر عندكم بشكل دائم، وشغله بسيط ما بده وقت كتير عكس الترمس البلدي المر. نزلت بالقناة فيديو للترمس المر، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. فيكم تحطوه وتوزعوه بعلب مغلقة مع المية بالتلاجة، بضل أسبوع بحالة ممتازة. قدمت لكم الوصفة اليوم بأواني وأدوات متواضعة مستهلكة يوميا من أكثر من سنة، لا أملك غيرها بالوقت الحالي، وما في مجال أجيب جديد لأنه غير متوفر بالبلد. الحمد لله، قد ما يكون الوضع اللي بنمر فيه سيء وصعب من كل الأحوال، لكن بإذن الله غمة ورح تزول ورح أرجع أصور لكم بظروف أفضل وأحسن، وما ذلك على الله بعزيز. نلقاكم على خير، مع السلامة.